وللحديث عن انتشار الفساد الحكومي في العراق ينضم إلينا عبر سكايب من أوسلو أو عبر الهاتف من أوسلو الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور سناء عبد القادر. أهلا بك دكتور معنا. يعني أكثر من 18 مليار دولار من أموال العراق اختفت تحديدا بعد أزمة مصارف لبنان. السؤال هنا، إذا كانت الأموال المهربة في لبنان قد كشفت، فهل هذه هي كل الأموال المهربة من العراق؟ تفضل. هناك دراسة من قبل شركة أريكسون السويدية حول مسألة تهريب الأموال من العراق. نعم. وقدرت هذه الأموال بأكثر من 17 مليار دولار، منها مليار واحد وستمائة ألف مليون تابع للحكومة العراقية. في أزمة مصارف لبنان اختفت هذه 16 مليار التابعة لشخصيات غنية من العراق. وهذه الأموال تابعة لأسماء معروفة وغير معروفة وشركات تابعة لأحزاب سياسية في العراق تقوم باستغلال هذه الأموال وتحويلها إلى لبنان للمساهمة في حل أزمة لبنان الاقتصادية. عندنا مثل قديم، حتى العراق ساهم في حل أزمة إيران ولا زال يساهم في حل أزمة إيران الاقتصادية. نعم. طيب دكتور، يعني إذا كانت هذه الأموال التي كشف عنها هي جزء بسيط مما هرب من أموال العراق، فكيف يجري تهريب هذه الأموال؟ أو بمعنى آخر، أين الرقابة على مثل هذه التحويلات؟ الرقابة مفقودة، لأنه هذه الأموال تحول من قبل مصارف تابعة لأحزاب سياسية تسيطر على العراق، ولذلك تقوم بتحويل هذه الملايين والمليارات من الدولارات الأمريكية، يعني من ثروة العراق إلى المصارف. معنى ذلك أن الحكومة المركزية ضعيفة والبنك المركزي ضعيف ودول الرقابة المالية ضعيف كذلك بالعراق. نعم. طيب، إذا كانت آليات الرقابة المنصوص عليها في القوانين على خروج الأموال لا تتطبق، السؤال، من يقف وراء عدم تنفيذها، تنفيذ هذه القوانين؟ يقف وراء عدم تنفيذها هي الأحزاب السياسية المسيطرة على البرلمان العراقي والمسيطرة على الحكومة العراقية ولا مكاتب اقتصادية وتسيطر على كافة الوزارات العراقية. معنى ذلك أنه العراق، أن الحكومة العراقية مشلولة. نعم. إلى سؤال جديد دكتور سناء، يعني الشعب العراقي يشكو سوء الأوضاع الاقتصادية وكذلك يشتكي ارتفاع نسبة الفقر والبطالة. إلى أي مدى ساهمت هذه الأموال المهربة في مضاعفة أزمات العراقيين الحالية؟ ضاعفت بمضاعفات كبيرة، والدليل على ذلك كما قلت أنت، البطالة موجودة بأكثر من 40%، انخفاض نسبة الدخل، زيادة الفقر بالعراق. ولماذا؟ لعدم وجود مشاريع صناعية زراعية خدمية، لعدم وجود طرق جسور إلى آخره. يعني أن الحكومة العراقية وحتى القطاع الخاص لا يقومون باستيعاب هذه الأعداد الكبيرة من الأيدي العامة العراقية. لو قامت باستيعاب هذه الأيدي العاملة العراقية لما كان هذه البطالة بالعراق، ولما كان هذا المستوى منخفض مرتفع من الفقر والمستوى منخفض من الدخل الوطني العراقي. كلنا نعتمد على الاستيراد من الخارج، سواء كان منتجات صناعية، منتجات زراعية وإلى آخره. وبالإضافة كما ترى أنه البنى التحتية مهدمة في العراق، لا يوجد طريق أصلح لسير السيارات، وحوادث الطريق حدت ولا حرج، ويوميا آلاف الضحايا يروحون في العراق بسبب هذه الطرق الغير صالحة للاستخدام. تفضل. طيب، إذا كان تهريب الأموال هو باب فساد كبير للحكومة والسياسيين في العراق،
السؤال: أين وعود الحكومات المتعاقبة بمحاربة الفساد خصوصا فيما يتعلق بالملفات المالية؟ وعود الحكومة منذ 2003 ولحد الآن ما يقارب 20 سنة لم تنفذ، ودليل على ذلك كما قلنا هو ارتفاع نسبة البطالة واستيراد المواد الغذائية والمواد الصناعية والمجرى، وكذلك تهريب الأموال، يعني غسيل الأموال. لماذا؟ لأن البنوك والمصارف اللبنانية تقبل هذه الأموال أو رؤوس الأموال المهربة بشروط بسيطة، ليس كما تفعل بقية البنوك في العالم ومن أحد الدول العربية. لذلك ترى أنه الحكومة لا تنفذ وعودها، ونحن الآن في أزمة اقتصادية وفي حلقة مفرغة من أزمة اقتصادية في العراق منذ 2003 لحد الآن، ولا يمكننا الخروج منها ولا يمكننا كسبها إلا بوجود حكومة نظيفة تمثل الشعب العراقي بحق. وإذا لا لماذا في العراق في هذا المستوى من سيء إلى أسوأ؟ نعم تفضل. الخبير الاقتصادي العراقي ضيفي عبر الهاتف من أوسلو الدكتور سناء عبد القادر، نكتفي بهذا القدر، شكرا جزيلا لك.